ويا هلا، تاني فيديو من فيديوهات التريكو. وهنعمل النهاردة قطعة مميزة جدا، رجالي فاشن، تصلح حريمي. الغرزة تحفة قوي، ومع الخيط الجميل اللون اللي انتوا شايفينه ده. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض سكارف. السكارف هيصلح رجالي وحريمي، تحفة بغرزة انا بحبها جدا، لان وشها زي ظهرها فعليا، مميزة قوي. وفعليا السكارف ده يصلح حريمي ويصلح رجالي. غير الالوان لو انتي مش محبين اللون الزيتي، ولكن النتيجة تحفة فعليا. انا لو صاحب الكوفية هيدهاني هاخدها. هنستخدم مع بعض الخيط ده. الخيط ده منتج معبأ في مصر، هو منشأ تركي اسمه ريو. اوكي، ده شكلها. نقدر نشتغله تريكو او كروشيه، وده بيقولوا الليبل ده. مش مكتوب طبعا نستخدم ابرة رقم كام، بس ده مش مهم جدا بالنسبة لنا. هي كانت هتساعدنا، احنا طبعا مبتدئين في التريكو نوعا ما. الخيط 230 متر، ويقدر يعمل لي مربع 10×10 مع ابرة رقم 4. يعني احنا اهي رقم الابرة مكتوب هنا، ولكن هو مش واضح قوي، بس درجة اللون مش قادرة اقول لكم قد ايه تحفة. حبها جدا، حب اعمل منها كارديجان، حب اعمل منها بلوفر، حب اعمل منها شرابات، فاهمني؟ يعني اللون عجبني لدرجة ان انا ممكن اعمل منه كل حاجة تقريبا. فهي حلوة قوي ومميزة جدا كمان للرجالي، مش بس حريمي. حريمي ممكن تعمليها شرابات، ممكن تعمليها الله اكبر، تعمليها كارديجان، تعمليها بلوفر وتدخلي معاها لون اورنج او اللون اللي هو الشوكليت ده، هتطلع تحفة تحفة بجد. يعني هستخدم معاكم ابرة رقم 6، ولكن اعتقد ان انا هصغر رقم الابرة علشان عايزة الغرزة دي شوية تكون متماسكة. ولكن هننفذ مع بعض، كسلانة بصراحة اجيب الابرة، فهننفذ مع بعض بالابرة دي وهنبتدي فعليا، وهرجع اصغر رقم الابرة. زي ما انتم شايفين الخيط جميل، مع انه ستوكات بس تحفة واسعاره مقبولة جدا، فلو لقيتوه اشتروه. طبعا هسيب كمية كويسة كده، وانتم عارفين المواضيع دي. هنستخدم مع بعض اللونج تايل او العقدة الطويلة، وهنعمل مع بعض صف البداية. طبعا شوفوا اول حاجة حصلت معايا في خيط الاستوكات، وصلة. هو ده بقى عيب خيط الاستوكات فعليا، انك لما بتبتدي ممكن تلاقي كده ايه، توصيلة كده لا على البال ولا على الخاطر جيالك، ف يعني او تلاقي الخيط فجأة بقى رفيع. هو ده عيب خيوط الاستوكات عامة. يعني اللي ما يعرفش يعني ايه استوكات، ادي هعرف كده تمام اهو. بس عملت الاكس كده، دي اول غرزة. هروح بقى ايه اعمل العقدة الطويلة. طبعا لو ما تعرفوش العقدة الطويلة او ما تعرفوش اللي احنا بنتكلم عليه، هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو توتوريال للعقدة دي والغرزة الاساسية اللي احنا هنعملها في الكوفية بتاعتنا. وبكده ملكوش حاجة تيجوا تشتغلوا معانا الكوفية دي بعد ما تتعلموا الغرزة الاساسية، واول صف احنا شغالين فيه حاليا. تمام، العقدة الطويلة بتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده عدد سلاسل البداية. بيكون الشكل من تحت عامل زي الضفيرة، زي ما بنعمل سلاسل البداية في التونسي، وبناخد من ظهر الغرزة، فبيديني برضو نفس المنظر ده. مهم جدا في عمل الكوفيات اكتر منها في اي حاجة تانية. ليه؟ لان المنظر ده هو اللي هيكون مطلوب. لو ما عملتش للكوفية شرشيب، لو ما عملتش للكوفية اي حاجة، فهي دي اللي هتبان. لازم تكون شكلها كويس قوي، وإلا مش هيعتمد عليها، وهتكون مبهدلة كده. وتيجي تشتغلي وبخلصي تلاقي فيه انبعاجات، تلاقي الحتة دي نازلة، الحتة دي طالعة، شكلها مش حلو. ودي طريقة سلاسل البداية. طبعا الكوفية دي هنجمع فيها فعليا كل الغرز اللي احنا اخدناها، الغرزة العادية، الغرزة المقلوبة، الغرزة العدلة، تلاتة كده مع بعض هنشتغل بيهم. فأول حاجة هنبتدي بيها أطراف الكوفية هي الغرزة العادية. وطبعا حبذا لو عندك إبرة غير الإبر الدائرية تشتغلي تريكو بسهولة وببساطة وبدون انبعاجات من الإبرة المزعجة دي.
اديتكم رأيي فيها على الميديا. تمام، بدخل كده وباخد الغرزة واطلع من على الابر. طبعا بص بدخل ازاي، بدخل هنا الغرزة اهي، دخول كده بيبقى الابرة تحت الابرة اللي انا ماسكاها على شمالي، الف كده وارجع اهو واطلع. دلوقتي الخيط اللي على الابرة الشمال ينزل، وبرضو برجع اشتغل بنفس الاسلوب زي ما انتم شايفين كده، فما فيش اي اختلافات، بس بعمل حوالي من 4 لـ5 اصفف بنفس الطريقة. طبعا علشان احسب الكوفية دي هتطلع قد ايه لازم اكون عارفة هي مقاسها كام. عايزة الكوفية تكون عرضها حوالي من 30 لـ35 سنتي. اه هي ضخمة، وعاوزة اعملها بغرزة بتاعتي ماشية على 5، يعني 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، وهكذا لحد ما اخلص. فانا هسستمها تكون 35 سنتي على 5 اعداد، يعني 5 غرز، وارجع اعرف على الاساس ده انا هعمل عدد سلاسل قد ايه، لان انا كده عرفت المقاس وعرفت التفصيلة بتاع غرزة. احنا عارفين الكلام ده من قبل، ان احنا غرزة بسبب العدد الخاص بالسلاسل بنمشي مش بس للمقاس. فاحنا هنشوف احنا عايزين قد ايه عدد، لان لازم نوازي العدد هنا مثلا بدأنا بغرزة عدلة لازم ننتهي بغرزة عدلة على اساس التناسق في الشكل يكون موجود ومقبول في الوقت نفسه، ما تكونش شكلها كده وخلاص، لانه شكل كده وخلاص هيطلع لك كوفية بايظة وشكلها مش حلو. فهنشوف الاول، احنا نبتدي طبعا بخمسة غرزة عدلة، 3 غرزة عدلة، ولازم ننتهي ب3 غرزة عدلة في الوقت نفسه. العدد اللي انا هتبعه لازم يكون تبع للشكل اللي انا قلت لكم عليه والارقام دي. فهروح الاول اشوف العدد ده هيطلع قد ايه، وعلى اساس ذلك هشتغل اللي انا وريته لكم حاليا. غرزة عادية كذا صف حوالي 5 اصفف في عدد السلاسل، وارجع بعديها اقول لكم ايه كام وعملت ايه. اول حاجة هجيب ورق وقلم وهبتدي اخطط. انا عايزة الغرزة بتاعتي تكون 2 مقلوب و3 عدل، تمام، عددهم كده 5. فهعمل كالآتي، دلوقتي هعرف انا هعمل قد ايه. اول حاجة هبدأ ب3 مقلوب، تمام، خليها مثلا ليها علامة، و 2.5 عدل، وعايزة افضل لحد ما اختم برضو ب3 مقلوب وبالمنظر ده كده عدل. يبقى نخطط الكوفية بتاعتنا. كمان عايزة المقاس يكون من عند 30 سنتي يوصل ل35 سنتي، فتعالوا كده نحسبها. كده نجمع دول كده ونشوف الاول يطلعوا كام. 38. هفضل بالطريقة دي كده اجمع. طبعا احنا لما بنبتديها كده 3 2 3 2 3 2 بتقف عند رقم 2، فلازم ازود 3 اللي هم خاصين بالغرزة العدلة، لازم ازودهم في النهاية عشان البداية بتاع الكوفية تكون شبه النهاية بتاعتها. فيلا بينا نعمل الكلام ده في الواقع. طبعا دول 38 سلسلة، فالعدد قليل جدا، لان انا عايزة السكارف دي تكون ضخمة قريبة قوي من ان هي تكون شال. طبعا هي رجالي كل حاجة، ولكن العميل بيحبها ضخمة، فهعمل الضعف تاني. طبعا مش هروح اضاعف عدد 38، هسيب 8 زي ما هي وهروح على طول اعمل 30 سلسلة كمان زيادة وبعدين نشوف. طبعا انا زودت 50 سلسلة مش 30، ودلوقتي هاخد المقاس بدون اي مشد، بدون شد نهائي، تمام. المقاس هنا حوالي 32 لـ34 سنتي. هشوف بقى دلوقتي، طبعا هو كده اقل،
فهشوف بقى دلوقتي عدد السلاسل اللي انا وصلت لها، وفي الوقت نفسه كمان السيستم بتاعي. انا مفروض ان انا ابتدي بتلاتة عدل واتنين مقلوب، تمام؟ تلاتة عدل اتنين مقلوب، بفضل اعد كده بالطريقة دي، تلاتة عدل اتنين مقلوب، تلاتة عدل اتنين مقلوب، تلاتة عدل اتنين مقلوب. المفروض ان نختم بتلاتة عدل، ففي غرزة كده ناقصة، تمام؟ دلوقتي بقى نعد تاني. نعد ايه بقى؟ نعد عدد السلاسل دي ونشوف احنا كده ابتدينا بكام سلسلة. تلاتة دول عدد 88 سلسلة، تمام؟ دلوقتي نبتدي السكارف بتاعنا عادي، وكده قدرنا نحدد عدد سلاسل البداية بالتفصيل. احنا كده عملنا ايه تحديدا؟ احنا كده حددنا عدد سلاسل، ولكن مش عشوائي. حددنا عدد سلاسل يعني احنا رسمنا الباترون بتاعنا بايدينا. غرزة ممكن نعمل بيها اي شكل وتطلع معايا الشكل بتاعي مختلف تماما. وعشان يطلع معايا الشكل مختلف تماما، لازم اسستم الباترون او شكل الغرزة بالاعداد والارقام اللي انا حباها، فبيديني مدى وتأثير مختلف، وده اللي احنا عملناه دلوقتي. طبعا قبل ما اوريكم النتيجة، تعالوا نشتغل مع بعض وبخيط فاتح علشان التفاصيل تظهر. انا استخدمت ابرة 4.5 في الكوفية الاساسية على اساس ان التفاصيل تكون بارزة اكتر. وطبعا علشان نعمل 78 سلسلة، انا صغرت المقاس شوية، ويفضل ان انت تعملي 88 سلسلة زي ما قلت، على اساس ان هي تكون عريضة لو انت بتحب الحاجة العريضة. 78 سلسلة على اساس انه خمسة الاعداد بتاعتي ماشي على خمسة، تلاتة غرزة عدلة، اتنين مقلوب، وهكذا، وبرجع بعدين ابدل. هعمل معاكم 28 سلسلة الشكل ده كده، وده بيكون افضل كصف، على اساس انه الصف ده بيخلي لي شكل الغرز بارز كده من تحت، فطرف الكوفية بيبتدي وينتهي بنفس الاسلوب. فمش هحتاج طبعا اعمل بليسيه، مش هحتاج اعمل اي حاجة. اعمل 28 سلسلة، وعلشان اعملها باخد الخيط افتحه بالطريقة دي، الف ايدي، اخد ده، انزل بالطريقة دي واسحب. وقت ما بشتغل غرزة تانية، الغرز بتكون صف زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعمل غرزة عادية حوالي كام صف؟ حوالي 5 6 7 اصفف، على حسب انت عايزة الاطراف دي شكلها عريض رفيع، انت ومزاجك. تشتغلي غرزة عادية، بندخل بالطريقة دي كأننا هنعمل غرزة عدلة، بلف كده اسحب بالاسلوب ده. بسحب ازاي؟ طرف الابرة اهو شايفين، واشيل اللي على الابرة الشمال. طبعا صف البداية ده مميز في حاجة، بيكون لو وقعت مثلا منك غرزة كده بتفضل على حالها، عكس صف البداية الاول الغرزة هتكون بالسلامة، مش هتبقى معاكي وهتضطري تعيدي من الاول. كمان الطرف هيطلع معاكي مختلف، كأنه مسرفل مش كأنه ضفاير كده من تحت. وطبعا الشكل ده بيبرز من 4 اصفف وطالع، تمام؟ فخدي بالك اللي انت بتشتغليه دلوقتي هتفضلي تعيدي فيه في المراحل الجاية. طبعا الصف ده هيبرز مع 4 5 اصفف. بعدين بقى بعمل ايه؟ زي ما قلنا بنبتدي 3 غرزة عدلة، لازم ننتهي 3 غرزة عدلة. نشتغل مع بعض. طبعا بدخل كده 3 غرزة عدلة، 3 مقلوب، 2 مقلوب، اجيب الخيط لقدام ناحيتي اهو، ادخل كده. طبعا ده اتعلمناه سابقا، الف على الابرة الخيط، اطلع لبرة واسحب، تمام؟ طبعا المرحلة دي شوية بتكون مربكة، ولكن ركزي فيها هيطلع معاكي النتيجة حلوة قوي، وفعليا هوريها لك بعد شوية. 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، غرزة عدلة، شايفين بدخل ازاي؟ الف كده على الابرة، الابرة اللي تحت بسحبها كده لحد ما اطلع بالخيط بالمنظر ده، واشيل اللي على ابرتي
الشمال كده. اكيد خمننا ان هي غرزة مقلوبة. اتنين، وادي تلاتة العدل، اتنين مقلوب، اتنين مقلوب كمان، وادي اخر حاجة تلاتة عدل. كده احنا ابتدينا 3 عدل وانتهينا ب 3 عدل. ليه بقى كده؟ عشان التناسق في الشكل، الكوفية يكون منظرها واحد، ده مهم جدا واساسي. رقم 8 يعني ماشي معانا 18 28 38 48 كده، بحيث ان انت تبدأي ب 3 تنتهي ب 3، لان الرقم هنا على 5 5 5 اللي هو 3 عدل و2 مقلوب مجموعهم مع بعض 5، فخمسات كلها. وعلشان انتهي بنفس الشكل اللي ابتديت بيه في هنا 3، وعلشان كده رقم 8 موجود معانا عدد الخمسة، وعشان انتهي زي ما بدأت في 3 زيادة. احب جدا ان انتوا تفهموا الارقام وكل حاجة تكون مظبوطة معاكم. يلا بينا بقى ننتقل على القطعة. زي ما انتوا شايفين شكلها قد ايه كيوت، حلو قوي، وفعليا متحمسة جدا للنتيجة. ادي البداية الاصفف اللي انا كلمتكم عنها اللي انا عملتها حاليا اهي، شايفين بتبرز بعد 3 او 4 صف. وادي التلاتة غرزة عدلة، 3 مقلوب اللي هم غطسين لجوه، 3 عدل، 3 مقلوب، 3 عدل، 3 مقلوب، وهكذا لحد نهاية الصف. بس زي ما انتوا شايفين البداية شبه النهاية، وده مهم جدا. دلوقتي بقى هنيجي نشتغل الكوفية بتاعتنا. انا اشتغلت حوالي 4 اصفف هنا، تمام، عدد 78 سلسلة، عمل لي العرض اللي انتوا شايفينه ده. العرض ده هو العرض المطلوب مني، شغلت 3 عدل 2 مقلوب، 3 عدل 2 مقلوب، فتحسوا ان هي كأنها بلسيه غرزة عادية. وعملت كده القطعة دي ورجعت تاني عدت اللي انا ابتديت بيه، عشان كده بقول لكم فيه اعادة. بعدها دلوقتي هشتغل تاني بنفس الاسلوب، الارتفاع شوية دول 11 صف، ف 11 صف وابتدي افصل بالغرزة العادية، 11 صف وابتدي افصل بالغرزة العادية. دي فكرة الكوفية كلها. دلوقتي بقى انا عملت 11 صف، ابتديت بالغرزة العادية، بعدين عملت 11 صف، بعدين غرزة عادية تاني 4 اصفف، بعدين 11 صف، وهكذا. طبعا مش حتما الابر الدائرية، بس هو ده المتوفر معايا. غرزة عدلة، طبعا البداية غرزة عدلة، احنا مش هنختلف في شكل الغرزة ولا اي حاجة، هنفضل شغالين بنفس الرتم طول الوقت. ولكن خدوا بالكم من حاجة، الوش زي غير الظهر، يعني هنا غرزة عدلة هتكون في الظهر مقلوبة، والعكس في الوقت نفسه لما تيجي الكوفية دي تتلبس هتكون وشها غير ظهرها، ففعليا هتكون فاشن قوي. ركزوا معايا، غرزة عدلة، 3، تمام، الخيط لقدام، غرزة مقلوبة، اتنين، ارجع تاني، غرزة عدلة، 3، الخيط لقدام، غرزة مقلوبة، 2، خيط لورا، غرزة عدلة، 3. طبعا مفيش عامل الارباك اللي بيحصل في اوائل الاصفف لسبب بسيط، انه خلاص تحتها في اصفف من نفس النوع، تمام، اهو ادي 2 غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، 3 غرزة عدلة، جيب الخيط لقدام، اخر حاجة في الصف 2 مقلوب 3 عدل، ونرجع على الصف التاني. الصف التاني طبعا هنلاقي المسألة بقت مختلفة، يعني هنلاقي اللي كان مقلوب بقى عدل، واللي كان عدل بقى مقلوب، تمام. ففي هنا كده اهو 3
غرزة مقلوبة، واللي كان 2 مقلوب من هنا من برة بقى هنا 2 عدل. اللي كان مقلوب دلوقتي دول 3 مقلوب اللي هما من هنا غرزة عدلة، دول هتلاقيهم 2 عدل. طبعا انا اخطأت واشتغلت دول غرزة مقلوبة، بصوا اهو، وارجع كده بالابرة برجع لنفس الغرزة. تمام، 3 مقلوب من عدل، 3 مقلوب، ودول الاتنين العدل اللي انا كنت هنساهم بالشكل ده، 3 مقلوب اتنين عدل اللي هما كانوا قدام، 2 مقلوب. تمام، فوالا، زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى من الصف التاني على طول بدأ يبرز ان ده صف فاصل، علشان الغرزة العادية بتاعته كانت مش بارزة معانا، دلوقتي بدأ يبرز انه هنا في صف مقلوب زي الصف اللي تحته، في هنا برضو 2 غرزة عدلة زي اللي تحتها، وهكذا لحد ما بخلص الصف. وقت ما اقلب هيبقى العكس تماما، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، 3 غرزة عدلة، 2 مقلوب، وهكذا لحد الصف بتاعي ما هيخلص. وبس اصدقاء اروح اكمل الكوفية بنفس الاسلوب، اشتغل كذا صف وارجع لكم مرة تانية نشتغل في الكوفية دي مع بعض، على اساس ان ممكن يحصل ويبقى فيه لخبطة معاكم، فانا هفك لكم برضو اللخبطة دي، ولكن بالطريقة اللي انت شايفاها دي. تأسيس اول صف 4 صف من الغرزة العادية، بعدها بشتغل بلسي. تمام، وده بطريقة بسيطة جدا اهو، 2 غرزة مقلوبة وتلاتة عدل. لما بقلب على الظهر طبعا بشتغل طبعا بطريقة البلسي الطبيعية اللي احنا عارفينها، فبشتغل المقلوب مقلوب والعدل عدل، ارتفاع 11 صف، 11 صف. بعدها ببتدي اعمل 4 اصفف تانيين غرزة عادية، بعد كده ببتدي اشتغل عادي بنفس طريقة البلسي اللي عملتها تحت، عملتها فوق نفس الطريقة، مفيش اي تبديل تاني ولا فيش اي اختلافات تاني. الطريقة دي بعمل الكوفية بتاعتي كاملة، خلص حوالي بكرة شوفوا كذا صف عشان تفهموا الطريقة مرة تانية. ترى زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا لحد دلوقتي، خلصت كمية كبيرة جدا من البكرة، وعملت لحد دلوقتي كده 20 سنتي، وطبعا لسه مستمرين 5 بكرات بقى، شوفوا هيعملوا معانا كام. فالكوفية دي هتصرف شوية عن 5 بكرات لو عايزينها اطول من 2 متر، فهي حلوة قوي، شكلها كمان جميل جدا، وفيها ميزة الناس طبعا اللي بتقلق عشان التريكو بيمط والحركات دي. حاجة في الكوفية دي ان هي لما تيجي تستخدم يعني، وطبعا الكوفية طبيعي ان هي هتبقى مثلا بالمطة دي، لما تيجي تتشد او تتغسل وتعمليها كده، شايفة كل حاجة ضمت تاني زي ما هي. وطبعا ده حلو جدا للناس اللي بتعاني من مسألة التريكو، ان القطعة مثلا بتكون رخوة بزيادة او بتمط او كده، الملمس مش رخو يعني في الكوفية دي، لا الملمس خشن شوية، وده يديني ايحاء ان هي مش تريكو، وده مهم جدا بالنسبة لي لسبب انه هتبقى هارد قوي مع اللي هيستعملها، وفي الوقت نفسه النقشة خدمة الموضوع اللي انا بتكلم عليه، تمط براحتها وقت ما تتغسل ترجع تاني زي ما كانت، وقت ما شدها كده علشان يعني البسها او كده بترجع برضو الاضلاع زي ما انتم شايفين. عرضها 37 سنتي، الطول لحد دلوقتي كده
21 سنتي ولسه فاضل من البكرة. طبعا مش هيفضل من البكرة كتير، لو حبيت اعملها 2 متر وي هتكون طبعا الخمس بكرات مش حاجة، فهزود عليهم. الخط الفاصل ده هو الغرزة العادية، وبشتغلها باسلوب عادي جدا. لو عندك ابرة عادية ارحملك من فكرة السلوك، تمام؟ بشتغل عادي طبعا، متعرفين الغرزة العادية، لو متعرفوهاش هتلاقوها في صندوق الوصف. بشتغل حوالي 4-5 اسقف، ممكن تكتري عن كده، سواء في الاعمدة، سواء في العرض بتاع العمود، سواء في الفاصل ده كم صف زيادة، انتي وكيفك. الشكل هيطلع معاكي زي ما انتي حابة، الموضوع مرن جدا وحلو قوي. كمان الكوفية هتطلع هارد وبتستحمل الغسيل واللبس، وده مهم جدا. الشكل ده كده ما اعرفش الغرز العادية، بدخل كده كأني هعمل غرز عدلة. ادي الفتحة اهو بتاع الخيط، ادخل طبعا الابرة بتكون لتحت، الف عليها بالطريقة دي، الابرة اللي تحت دي اسحبها، تمام؟ بصوا بتطلع منين، بعديها ازيح اللي على الابرة الشمال بس. طبعا خلصت عدد الاسفف الفاصل بالغرزة العادية زي ما قلتلك 3 أو 4 اسفف. بعديها هبتدي اشتغل بنفس طريقة الاعمدة اللي انت شايفاها دي، 3 غرزة عدلة 2 مقلوب. الغرزة المقلوبة بجيب الخيط لقدام، ادخل بالطريقة دي، الف الخيط على الابرة اللي قدامي دي، انزل بيها لبرة، تمام كده خلاص الغرزة اتعملت. انزل الخيط من على الابرة الشمال، ركزوا في الحركة. تمام، اخر حاجة 3 غرزة عدلة، فبجيب الخيط لبرة كده، تمام، بدخل بالطريقة دي، الف على الابرة اللي برة دي، اخدها واجي بها ناحيتي واسيب اللي على الابرة الشمال، تمام اهو الابرة اللي هي تحت دي بدخل بها بالطريقة دي اهو، واللي على الابرة الشمال بيطلع. نلف الشغل. دلوقتي اللي كان بداية غرزة عدلة بقى غرزة مقلوبة هنا اهو، واللي كان غرزة مقلوبة بقى غرزة عدلة، فهنا 3 غرزة مقلوبة 2 عدل. ادخل كده، تمام، من دي غرزة مقلوبة برضو، الف كده على الابرة، تمام، واخد الخيط واطلع بيه لبرة، اسيب اللي على الابرة الشمال، بدخل بالطريقة دي، الف على الابرة واخد الخيط اطلع بيه لبرة واشيل اللي على الابرة الشمال. طبعا لو الغرزة مفتوحة معاكي اللي بتقفلها اللي بعدها، خيط لبرة بالطريقة دي كده يبقى غرزة عدلة، الف على الابرة واطلع بالشكل ده. طبعا التبديل ما بين صف وصف بيكون الوش غير الظهر، ولكن النتيجة النهائية بتخلي شكل الغرزة كأنها وشها زي ظهرها، زي ما انتم شايفين ده الظهر اهو وده الوش، فالنتيجة بتطلع حلوة قوي. وزي ما انتم شايفين ده شكلها. اخلص باقي الخمس بكرات وارجع لكم مرة تانية نشوف الخمس بكرات عملوا معانا قد ايه شغل. زي ما انتم شايفين مفيش اي اختلاف، مفيش اي تفاصيل تانية، هو بس التفاصيل اللي انتم شفتوها دي. الوش بنشتغله بالطريقة اللي انتم شفتوها، والظهر زي ما احنا بنعمل دلوقتي، مفيش اي اختلافات غير ان انت بتمشي مع شكل الغرزة والاعمدة اللي بتكون تحتها. الصعوبة في البداية بس ان انت بتستمي الاعداد بالتفاصيل بالشكل العام للكوفية، بعدين بتبتدي اصفف ارتفاع عادية، بعدين بتعملي نفس اللي انت عملتيه تحت، بتبتدي تعملي التكرار ده طول الوقت لحد ما الكوفية بتاعتك تخلص. زي ما انت شايفة النتيجة حلوة قوي، غرزة عدلة وغرزة مقلوبة. لو عملناها وعملنا تبديل
كانت هتبقى غرزة باسكت، ولكن هي بليسيه مصحوب بس بشوية فوارق من الغرزة العادية. الشكل ده حلو قوي والترند قوي السنة دي، وفاشون حتى طلع في البلوزات الحريمي، ولكن هو يعني ممكن ياخد معاك الشكل حلو قوي وممكن ياخد معاك شكل سيء، فهتحترسي في النهاية ان انت تتعبي فيها وتعملي شكل سيء. خلصها وارجع لكم مرة تانية. ترى زي ما انتوا شايفين هي خلاص كده اخر حاجة فيها. وطبعا زي ما انتوا شايفين بقت قد ايه، انا استخدمت حوالي 6 بكرات، اوكي دي اخر حاجة في الـ6 بكرات، وكل بكرة كانت بتعمل حوالي 33 سنتي بالظبط، ويعني يفيد منها مثلا صف او حاجة بالنسبة للخيط. ودلوقتي هعيد معاكم تاني الطريقة او الاسلوب اللي انا كنت شغالة بيه. طبعا انا كنت ببدأ بالغرزة العادية اللي هي الزجزاج اللي انتوا شايفينه كفواصل ده، وبعدين ببتدي اشتغل غرزة عدلة، غرزة مقلوبة او بليسيه بالتريكو. اوكي بدخل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، الخيط اهو، الف على الابرة اللي تحت وبصباعي كده لو لسه يعني مبتدئين، وبحاول ان انا اطلع الخيط اللي في الابرة اللي تحت بالابرة كده، وازيح الخيط بالطريقة دي عن الابرة اللي هي على شمه. بصوا بدخل بالطريقة دي الخيط اهو، الفه كده تمام، الابرة اهي بصوا تطلع بالاسلوب ده. اوكي خلاص اتأكدت ان الغرزة كده بقت على الابرة، فازحها او اطلعها من الابرة اللي هي دلوقتي بقت لتحت بالطريقة دي. اوكي طبعا كده عملنا 3 غرزة عدلة. اجيب الخيط لقدامي ناحيتي كده اهو، اوكي وبدخل بطريقة عكسية. انا كنت بدخل في الغرزة العدلة بالطريقة دي، لا في الغرزة المقلوبة بدخل كده. اوكي الف الخيط ده على الابرة بالطريقة دي واخده وانزل بيه لتحت عشان اطلع لبره كده، اروح مطلعة الخيط من على الابرة الشمال تاني، بدخل كده. اوكي ادي الغرزة اهي، بدخل بالطريقة دي الف الخيط على الابرة اللي انا دخلت بيها، بعدين اخده وانزل بيه او اطلع بيه لبره كده. اوكي وانزل اللي على الابرة الشمال بالطريقة دي، بفضل شغالة الصف بتاعي. طبعا غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، والطريقة بتختلف وقت مقلب الصف ازاي. نخلص الصف ده ونشوف اللي بعده. في حد سألني بعمل ايه في الغرزة لما تقع مني من على الابرة. زي ما انتوا شايفين ادي غرزة اهي وقعت مني من على الابرة، فالاول بحاول القط الخيط اللي انتوا شايفينه حاليا. اوكي طبعا بطلع الخيط بالطريقة دي، اوكي وارجع اخده تاني على الابرة واعمل الغرزة بتاعتي، وده ببساطة شديدة ومفيش اي حاجة بتبوظ ان شاء الله. طبعا الاعمدة دي 3 غرزة عدل، 2 مقلوب، وتقدري تعكسي، تقدري تخليهم زي بعض بالظبط، وتقدري تخلي بس واحدة مقلوبة والباقي كله عدل، وكل مرة الشكل معاكي هيكون مختلف بناء عن الارقام اللي انا بقولها دي. اخر حاجة في الصف بتاعي غرزة مقلوبة والتانية، واخر حاجة فيها خالص 3 غرزة عدلة. ولو ملاحظين انا مطبقة الكوفية اثناء ما انا شغالة لسبب بسيط، هي اولا كده هتكون معايا اسهل ان انا احود صف اشتغل في الصف اللي بعده وهكذا، وتكون المسائل معايا بسيطة وسهلة. كمان حاجة اهم من كل ده انه احافظ على جودة الشغل بتاعي، ويكون الحاجة بتاعتي كأنها طالعة من المصنع، ما تكونش متبهدلة خالص، بالعكس تكون قيمة كده وما فيهاش اي بهدلة من اي نوع، وده بيحافظ على جودة الشغل وبيخلي كمان الفينش بتاعه عالي، شكله نظيف لحد ما يروح للعميل. اوكي طبعا هنا العكس تماما، يعني اللي كان غرزة عدلة هنا ده اللي انتوا شايفينه اعمدة بارزة ده، هو هنا غرزة مقلوبة، واللي انتوا شايفينه اعمدة داخلة لجوه ده اللي هو الغرزة المقلوبة دي هو حاليا غرزة عدلة، فعلى طول هيبقى العكس. يعني هنا كان 3 غرزة عدلة، الغاطس ده كان 2 غرزة مقلوبة،
دلوقتي هنعكس تماما، فهيكون 3 غرزة مقلوبة 2 عادل بالشكل ده كده زي ما اتفقنا. الغرزة المقلوبة بدخل كده تمام، الف على الابرة بالطريقة دي وارجع اسحب بالاسلوب ده واروح طالعة لبره. شايفين بدخل ازاي؟ بدخل كده الف الخيط على الابرة بالطريقة دي تمام، بعدين اخد الخيط واطلع كده. بصوا من هنا واطلع كده من هنا اهو لبرا واطلع اللي على الابرة. غرزة عدلة بدخل بالاسلوب ده، الف على الابرة واسحب واطلع لناحيتي واروح مطلعة اللي على الابرة اللي تحت، وهكذا لحد الصف بتاعي ما بينتهي. وبالطريقة دي بفضل ابدل لحد ما تخلص الكوفية كلها، هي بتكون على نفس الطريقة بنفس الاسلوب، مفيش اي اختلافات. هي الفكرة كلها فيها العدد اللي انت هتستميه هو هيطلع على اساسه عرض الكوفية، الطول هو قد ايه، انت هتشتغلي بكمية خيط وانت عايزاها قد ايه تحديدا في المقاس، بتاخد قد ايه وقت، بتاخد وقت حلو مش بطال. بس انا كمان من فئة المبتدئين، يعني انا ما اعتبرش فئة عالية من الناس اللي بتنفذ تريكو، لان انتوا عارفين التريكو عالم لوحده زيه زي الكروشيه التونسي. يمكن انا محترفة جدا في الكروشيه التونسي، ولكن في التريكو انا شوية على قدي تمام، لان طبعا مش معنى ان يعني طلعت قطعة كويسة او ان انا اقدر اعمل اي ديزاين فان انا هكون واو، لا لسه طبعا ناقصني حاجات، نص سرعتي مش بالسرعة اللي انا حباها او ان انا عايزاها، برضو بطول. فهي اخدت معايا بتاع حوالي شهر وشوية، ولكن انا برضو مش بشتغل فيها على طول، يعني انا فعليا انا بدأها معاكم من الصيف او من اواخر الشتاء اللي فاتت، بس انا ركنتها شهور ورجعت بعد كده استخدمتها تاني، قعدت اشتغل فيها وبعدين ركنتها وبعدين اشتغلت فيها. بس هو يعني لو جينا عملنا اجمالي كده هلاقي نفسي اشتغلت فيها حوالي شهر ونص، طبعا مش بشكل متواصل ولا ساعات عمل كتيرة بصراحة، ولكن هي خدت مني الوقت ده لان زي ما قلت لكم كنت بقطع وارجع اشتغل تاني وهكذا. وطبعا من الافضل ان انت ما تاخديش النوعية دي من الشغل، لان طبعا فيها تكرار والتكرار بيبقى احيانا ممل، بالذات لو انت خلاص متعلمة الطريقة. تاخديها ان هي يعني لازم تخلص، لا عادي يعني خلصي شوية ورجعي تاني وهكذا. هنخلص الصف ده كله وبعدين نبتدي نعمل الفينش او الزجزاج ده، وهو الزجزاج ده الفينش بتاع الصف وفي الوقت نفسه الفينش بتاع الكوفية كلها. واخر حاجة 3 غرزة مقلوبة وكده خلصنا الكوفية فعليا. نشتغل صف الفينش والديكور ونهاية الكوفية كلها برضو هو الصف القادم ده، كل اللي انا بعمله كأني هشتغل غرزة عدلة بس في كل الاصفف، يعني من اول الصف لاخره بدخل بالاسلوب ده تمام. الخيط اهو الفه على الابرة اللي تحت واخده واطلع بيه لفوق ونزله من على الابرة الشمال، وطبعا ده احنا خلاص بقينا حافظينه وعارفينه، ودي بتكون غرزة عادية. اللي بيخليها غرزة عادية مع انها شبه الغرزة العدلة تحديدا انه بشتغلها كده بنفس الطريقة في كل صف، فبتكون لي الزجزاج الجميل اللي انتوا شايفينه ده، سواء وش الكوفية او ظهر الكوفية بيكونوا الاتنين بنفس المنظر. فالغرزة دي فعليا ملهاش وش وظهر زي الغرزة العدلة وزي البلاسيب بالتحديد، فهتديني منظر كأن الكوفية دي دبل فيس، الوش بشكل والظهر بشكل تاني، وفي الوقت نفسه الزجزاج زي ما هو مستمر معايا في كل الكوفية، فبيديها منظر وأناقة مختلفة كده. طبعا الكلام ده مش هنلاقيه في شغل المصانع، أحلى حاجة إنه يتعمل يدوي، تشتري الخيط على كيفك بالإمكانيات اللي انت عايزاها وتنفذي قطعة جميلة تعيش معاكي سنين، بعد كده كمان تاخدي الخيط بتاعها وتعملي بيه أي حاجة تانية، ففي أحلى من كده؟ كل الغرز لو ملاحظين سواء مقلوبة أو عدلة بدخل بالأسلوب ده وأسحب الخيط كأني بعمل غرزة عدلة، وده المميز في الغرزة دي. بالطريقة دي كده لنهاية الصف، وأرجع الصف اللي بعده نفس الأسلوب.
والصف التاني نفس الاسلوب بنفس الطريقة، مفيش اي اختلافات، رايح جاي برضو كده وبنفس الطريقة، كأني هعمل غرزة عدلة ولكن هي اسمها الغرزة العادية لاني انا بشتغل الوش زي الظهر، ولذلك الغرزة ملهاش لا وش ولا ظهر، هي وشها زي ظهرها بالظبط، مفيهاش اي اختلافات، وهي دي اللي احنا هنفنش بيها وهننهي بيها الصف زي ما ابتدينا بالظبط. فهشتغل كده كمان غير الصف اللي انا شغالة فيه، صفين ثلاثة كمان، على اساس ان انا اقدر اعمل زي البداية بتاع السكارف بتاعي ان هي تكون بالطريقة دي. اوكي، فيلا بينا. وصف التقفيل بنفس الاسلوب، باخد اول غرزة والتانية وبعمل منزلقة من الاولى للتانية، بدخل بالطريقة دي. طبعا زي ما انت عارفين ان دي يعني افشل مرحلة بالنسبة لي، بس اتعودت عليها وبقيت بطلعها بسهولة. بصوا بالشكل ده، واخد دي اطلعها بالشكل ده. هبطأ لكم الحركة حالا. ادي الغرزتين تمام، باخد الغرزة اللي هنا دي اللي هي اول واحدة عملتها، وادي التانية. باخد اول واحدة عملتها واعمل ايه، اخدها بالطريقة دي وبثبت هنا الخيط زي ما انا ماسكاه كده، وارجع لورا واسحب واطلع التانية من الاولى وبس. بفضل شغالة الصف بالاسلوب ده لحد ما تخلص خالص، وبكده بنكون قفلناها وشطبناها. طبعا في طرق تشطيب تانية بالإبرة التنظيف، وفي طرق بإبرة الكروشيه، يعني التقفيل ده يعني عالم لوحده، ولكن دي أسهل طريقة وطريقة شوية الواحد متعود عليها. وإن شاء الله إن شاء الله هشارككم الطرق التانية اللي أنا اتعلمتها في فيديوهات جاية كتير. آخر حاجة خلاص، وكده تكون كوفيتنا خلصت، شطبت تماما، مش محتاجة اي تفاصيل زيادة. واستخدمت على فكرة في الكوفية دي ابرة رقم 4.5 للتسكير يعني، وزي ما انتم شايفين من عيوب الابر دي ان هي بتقطم بالطريقة دي، ولكن مش مشكلة يعني، هي مريحة جدا للناس المبتدئة والناس اللي بتحس ان الابر بتقع من دي، هتكون سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين كوفيتنا كده تكون خلصت، ودي اللي اتبقت من 6 بكرات. كنت طبعا اقدر يعني ازود في الزجزاج ده في الاول، فطبعا البكر ده مش هيبقى، ولكن عشان اقدر ان انا استكمل عشان اخلص اخر يعني قطعة في دي، ان انا كمان اعمل صف تاني، وكده انا هحتاج اساسا بكرة جديدة. كده كوفيتنا النهاردة تكون خلصت. في اوبشن جميل قوي في الكوفية دي ومميز قوي للناس اللي هي بتكره تريكو والحاجة منها بتمط، لا مش هتنفع ترجع تاني للتفاصيل الجميلة دي. فاهو هي مثلا عرضها كده اهو بالمتر يا اصدقاء، 26 سنتي. طب انا عايزاها يعني تزيد اهو، شايفين دي اجمل ما في الكوفية دي، دلوقتي مش بقت 26 سنتي، بقت 35 سنتي. اوكي اهو 35 سنتي. انا عايزاها ترجع زي ما كانت وكده مطت واتبهدلت مني، لا همسك البتاع كده واعملها بالاسلوب ده، شايفين اهو رجعت زي ما كانت بالظبط برضو اهو بالمقاس 25 سنتي. الميزة بقى ديت ايه سببها؟ سببها البليسي. البليسي هو اللي بيعمل لي اسلوب الاستيك ده، هو اسمه استيك واسمه بليسي واسمه عدل ومقلوب، يعني ليه اسامي كتيرة. زي ما انتم شايفين قد ايه كيوت، شكلها حلو، محتاجة بس يتحط لها لوجو نلبسها على طبعا اطقم فواتح الحركات الجميلة دي. فهطلع معانا كوفية تحفة، زي ما انتم شايفين الكوفية عاملة ازاي، شكلها حلو قوي، وشها غير ظهرها تمام. ادي الظهر وادي الوش، لو ملاحظين في اختلافات واختلافات رهيبة ما بينها. مقاس الكوفية دي قد ايه تحديدا هقول لكم حالا مع
وجود 6 بكرات 2 متر و20 سنتي او 2 متر و15، 2 متر وربع كده يعني. فهي عدت خلاص ال2 متر، وزي ما انتم شايفين كوفية قد ايه كيوت، قد ايه حلوة مميزة. تفاصيلها كتيرة، مطت من العرض مننا، هنشدها كده خلاص بقت زي الفل، مفيهاش اي حاجة. الخيط نفسه كمان كان هارد كلاسيك قوي، فحبيت ان انا اعمل قطعة تكون برضو كلاسيك وتليق كده مع شغل الكلاسيك الكاجوال، تبقى يعني ميكس كده. وده اللي طلع معايا، اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة. السلام عليكم.